يعني في البداية بنعزي طبعا وننعي الكابتن عبد الرحيم محمد كابتن مصر ونادي طبعا. الزمالك توفى أثناء مباراة مصر والسعودية أو انفعل بعد هدف السعودية اللي دخل مرمى مصر، وبالتالي يعني توفاه الله، فربنا يرحمه يا رب ويرزق أهله الصبر والسلوان. كابتن عبد الرحيم محمد واحد من النجوم كرة القدم المحترمين خلقا ولعبا، راجل سيرته كانت طيبة مفيش شك، واحد من المدربين المحترمين اللي عندهم تاريخ كبير جدا سواء كان لاعب كرة قدم أو مدير فني، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة. يعني واحد توفى بسبب يعني حبه لمصر وغيرته الشديدة على منتخب بلاده اللي دخل فيه هدف في الدقيقة 95، لكن يعني بصراحة كل الشعب زي ما احنا قلنا كابتن شريف، كل الناس زعلانة وفي حالة حزن كبيرة جدا.